اليوم عيد مجيد وبعده بيوم عيد يا سيدي في حضورك تكمل أعيادنا في كنت بالذات يكمل كل وجهة القصيد يا من بعطفه علينا من زمن سادنا لقلبونا ونحبك ويش فيها جديد هذا الذي علمونا عنك أجدادنا وحنا نحبك وحبك بل لحم والوريد وعلى محبة سموك شبه وأولادنا وحبك لدارك وشعبك عارفينه وكيد لو نكشف ضروع صدرك خلفها بلادنا لك المشاعر تدافع فوق خضر الجريد ما هي مشاعر تزيف أنت مجوادنا يا أسرة الخير. قام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى الإدارة العامة لأمن الحدود البرية إدارة الحدود الشمالية قطاع الرادقة مركز التحرير، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن طريقة عمل المنظومة الأمنية المتطورة والتقنية المستخدمة والتي تعد الأحدث على مستوى الدول المتقدمة في نظام حماية الحدود، مقدرا سموه حفظه الله مواصلة عملهم ليل نهار خلال احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال أمن الحدود وبكفاءاتهم وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم، مشيرا سموه إلى أنه مهما تطورت الأجهزة الأمنية المستخدمة فإنها لا تغني عن تدخل العنصر البشري حيث أنهم الركن الأساسي والركيزة المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار والدرع الواقي للوطن الغالي. ثقتنا فيهم أبناء الكويت هم اللي مسؤولية أمن بلدهم حقيقة هم اللي مسؤولين عنها وقائمين بدورهم على أكمل وجه. شكرا وإحنا نهنيهم ونهنيك أنت ونهن أنفسنا بهذه النخبة الشبابية اللي حافظين على أمن حدودهم. أقامت سفارة الكويت لدى السعودية حفلا بمناسبة مرور 58 عاما على استقلال الكويت و28 عاما على التحرير وحلول الذكرى 13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح مقاليد الحكم. وتقدم حضور الحفل الذي أقامته السفارة في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ووزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد وعدد من الأمراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية. في سياق متصل احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمسافرين الكويتيين من خلال مشاركتهم بالاحتفال بالأعياد الوطنية الكويتية. نظمت القنصلية الكويتية في دبي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 58 لاستقلال الكويت وذكرى 28 للتحرير وذلك في فندق ماندرين أورينتال الجميرة. حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين وعلى رأسهم معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة. أقامت سفارتا الكويت لدى صربيا ونيجيريا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية، وفي صربيا حضر الحفل نخبة كبيرة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة يتقدمهم وزير العمل الصربي وممثلو الطوائف الدينية إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الرسميين. وخلال حفل السفارة في نيجيريا رفع السفير عبد العزيز البشر أسمائيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وسمو ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح والحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة.